اللي النهاردة بيلعب اللقاء رقم 14 ليب قميص نادي الزمالك، عنده 3 أهداف. أدي كرة مرة تانية خطيرة، وأدي انطلاقة، وفيها إيه؟ فيها ركلة مرمى لمصلحة نادي الزمالك، وأحمد رؤوف بيطالب بركلة جزاء. أكيد هنشوفها، أكيد هنشوفها في الإعادة مرة تانية. أدي التمريرة، والجملة الوحيدة اللي بيتحرك فيها أحمد رؤوف تحرك قطري. هل فيها التحام؟ هل فيها تعمد إزاء أو خطأ من محمد كوفي أو تهور؟ أعتقد إن الله تمرد زي ما حضراتكم شفتوا، ومحمد الحنفي على بعد أمتار قليلة جدا جدا وبيحتسب ركلة مرمى. محمد الحنفي واحد من حكامنا الدوليين.